رقم تي في. خلال تواجدنا في حفل شركة أواوي في دبي، قدمت الشركة الصينية تابلت ميديا باد M2 بشاشة 10.1 إنش ويعمل بنظام أندرويد لوليبوب. التابلت معدني مصنوع من الألومنيوم بوزن 500 جرام وسماكة 12 ملم ويدعم شريحة اتصال. ولاحظنا أن التابلت جاء بالعرض من حيث التصميم الافتراضي، فحينما تحمله للاستخدام والزر الرئيسي أمامك سيكون التابلت بالعرض وليس مثل تابلت الآيباد من أبل حيث يأتي طوليا عند حمله بالوضعية الافتراضية. الشاشة تشغل مساحة 71.5% من المساحة الكلية للتابلت وهي من نوع IPS بدقة 1920x1200 بيكسل بكثافة 224 بيكسل لكل إنش، وربما هذه الدقة لا تمنح الشاشة وضوحا قويا بما يكفي نظرا لكبر مساحة الشاشة النسبي. أما من الداخل فالتابلت يعمل بمعالج كيرن 930 8 نواة وجاء بنسختين ذهبية برام 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت ونسخة ثانية فضية برام 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت ونسختان تدعمان تركيب ذاكرة تخزين خارجية. الكاميرا الخلفية تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل مزودة بخاصية التركيز التلقائي مع ضوء فلاش، أما الكاميرا الأمامية فبلغت دقتها 5 ميجا بكسل. الميزة الأقوى التي لاحظناها في التابلت هي الصوت، حيث يحتوي على 4 مخارج صوت تمنحه صوتا واضحا وقويا، كما أنه يحتوي على مستشعر بصمة في الزر الرئيسي ويمكن إضافة حتى 5 بصمات، ويحتوي أيضا على قلم بحساسية عالية. فمثلا إذا أردت التقاط صورة من الشاشة عليك رسم دائرة حول ما تريد تصويره بواسطة القلم. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 6660 ملي أمبير. كما ذكرنا الهاتف متوفر بلونين، الذهبي بسعر $420 والفضي بسعر $350. يمكن القول أن التابلت مناسب للعائلة وأصحاب الأعمال المتوسطة وقد لا يناسب أصحاب الأداء المكثف، لكنه جدير بالتجربة.